السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم شباب عاملين؟ إن شاء الله كله بخير. سريعا كده أوريكم حاجة، يعني مظهر من مظاهر معرفش بقى سوق مصنعية ولا سوق قطع غيار. ده منظر العربية زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله، كأنها طالعة من مشحمة. اللي حصل إن اسمه الكرانك شافت الأويل سيل بتاعه اللي هو الأمامي أنا مغيره مرتين، زي ما أنتم شايفين غرق الدنيا وجاب زيت تحتيه كده، الزيت ده كله مثلا في حوالي 10 دقايق. طبعا المشكله الاكبر ان هو الزيت نفسه كان بينزل على السير وبينطر على العربيه كلها بالمنظر ده، فالسير اتقطع للاسف، والحمد لله كنت ماشي على سرعه بطيئه وقفت بالعربيه، وطبعا جبت سير جديد اهو عشان اركبه. فطبعا اضطر اروح الوكاله، مش هاجي اشتري من بره خالص الاويل سيل ده تاني، يعني اشتري من بره اصلا، هنا اروح اشتري من الوكاله ان شاء الله وهبدا اركبه، واحاول انا اللي اركبه بقى بصراحه، مش هوديه للميكانيكي المره دي، احاول انا اللي اركبه. سواء مش كان مبهدل الدنيا، فحاول انا اركبه بحيث ان انا اضمن تركيبه. زي ما اللي ما شافش معايا قبل كده كان في فيديو قديم برضو لحته رابر صغيره كده، اويل سيل برضو تركب هنا بتاع التربو، وديتها برضو للميكانيكا مرتين وبرضو عملها غلط وغرقت الدنيا لحد ما انا جبتها وركبناها، مفيش ما كانتش 5 دقايق بالظبط. انا قلت شير معاكم بس الفيديو ان شاء الله تبقوا معايا واحده بواحده كده باذن الله، وتشوفوا ايه اللي حصل يعني، وتعرفوا ازاي تغييره.